مشاهدينا الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة للتوصل بأحدث الأخبار الوطنية والدولية. في خبر جديد، علم من مصادر مقربة من المحكمة الرياضية بلوزان السويسرية أن الأخيرة رفضت الطلب الاستعجالي للاتحاد الجزائري لفتح ملف مباراة اتحاد العاصمة الجزائرية ونهضة بركان المغربية برسم نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كافة. وتضيف ذات المصادر أن المحامي الفرنسي للاتحاد الجزائري تعرض لموقف حرج، حيث تم رفض 3 ملتمسات استعجالية قبل أن يتم إخباره بأن الملف صنف ضمن الملفات التي سلكت المصادر العادية والتي سيبث فيها بعد أياب المباراة النهائية التي ستجرى بالقاهرة يوم 19 مايو المقبل، حينها سيكون بطل كأس الكونفدرالية الإفريقية قد عرف واختتمت المنافسات. نشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.